خلافا لكثير من البلدان التي كانت تشترط دفع التكاليف العزلة على رعاية ولم يجد حينها الحاقدون المتربصون الباغضون من بقايا العصابة سوى اللجوء للتخريب، تخريب كامرات الغاز وسحاري الأكسجين في المستشفيات ونشر فيديوهات مزورة لتمرير الرأي العام والتعدي الجسدي على السلك الطبي وشبه الطبي لخلق حالة من انعدام الأمن وأحداث الشلل في المنظومة الصحية لتحقيق حلمهم الخبيث لزعزعة الاستقرار